يسلم يدياتك يا حلومة يا بيا. خالقة للعادة. طيبتها انت هذه مش نوري. اي قولنا قولنا. نقول لك. سير بلاص هذايا يتصلح ولا ما يتصلحش؟ شنو سي اسماعيل؟ بيان سير يتصلح، خي فما حاجة ما تصلحش، يتصلح. أما يلزمو. إيش يلزمو؟ شوف يا مدام، إذا كانت تحب تصلحوا على قاعدة، يلزمو على القليلة على القليلة باكو. باكو شنو؟ شنو باكو؟ سواقر. مليون دينار. مليار. اسمعي. قلبي يا ولدي قلبي. أي تعرفش كيفاش يا سي سالم؟ خليه يطيح. ليش مش نعمل وين هيك تم بدون ما حابش ناكلها المقرونة. يا سينوري يجي يا اخويا خلينا نفطر. يا نوري يخرج يا ولدي. يا رجال يا اخي ما عندك صبر. يا ما حبش ياكل المقرونه البيضه نتاعك يا اخي تحسبه طليان. بلاش هذا واش حبنا ناكلو سي بون عندو الحق وما مساش بالزباب. يا نحترم روحك نسينوني ايش فيك نسب فيه ما تعرفش عند شكون راي نتاني بثاني ندار فيه وندعي على الاخر ما ريتش نذبح كيفاش من فينو. يا اخي اش بكم انتوما فطرتوا انتوما؟ هاي صحه صح يعني صحه. واه يخي مازال هوني هذا جه ربي ارحم طايشو حتى في بطحه في نصب زبله خير من عيشه الكلاب اللي ناوي تعيشها له هون. طايشو لا ما نطيشوش قسم على ربي والله يغيرني خل صبري في الدنيا نربيت عليه الكبده من زر عندي كل ما وحاجه نحبها ونربي عليه الكبده تمشي وتخليني وحدي. اوه ذو شنو باش تنوح على الكلب؟ ما يمكش فيه نوح ولا حتى نزغرد. يعني على القليل نجي نحكي معاه مدام ما يخدمش معايا مخو مشكل من بعض ناس كل صباح الخير يبدا يحسب الفايده. يا علومه ما نعرفش فين فين شفت اللقطه هذه. انا اللقطه هذه انت عندك العقل تدقق سي نوري انت عارفها انت المحبه انت وترى متعدي عمرك كامل في كسرونه بجد يحكي هذا. تعرف علومه ذاك كل مره طالع لنا طالعه مره قرده مره كلب مرة جاي يجيب لنا كركدر من بيت فداء. حقا يا اخي شكون تشارك مع الخاو؟ كي العادة قال لك خارقة للعادة. كيف كيف؟ والله يخدم فيها الراجل هذا. قول قول سي نوري صح عليك. صحح بدر. نظيفة راهي. عادة الأخير مطيب هنا وتقول لي نظيفة. لا حبيت نقول لك ملي خير من بلاش ما ناكلاش منها برشا ندوب عمل لحظتين وخلت لي. ها؟ قلت هم؟ ايجا نوري ستيلو بلاش اسمعي. تفضل سيدي. شكرا. هاي تفضل. والله يا سي اسماعيل كما نحكي لك انا ولد سوق ونعرف البلاد باركه والامور ماهيش هانيه بالكل. طيب بالله يقول لي يا سي سالم من المفروض وقت اللي واحد تبدا عنده أرزاق الأرزاق هذيك هي اللي تصرف عليه مش هو يصرف عليها هذا كل شنو هذا؟ يا سي اسماعيل يا سي اسماعيل انت راك اخويا ومدام فريده على بالها بكل شيء من اللي قامت الثوره والدنيا كازده وانت سيد العارفين. نعرف 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 بربي جيني البر راهم الدنيا كازه وكابسه وكيز. شوف اسمع انا نديت لك للبيو هوني باش نتفاهم انا وياك اساس رجال صافي فهمتني يزمك تعرف اللي الوالده نتاعي كبت وما عادش تنجم ومريضه من وهكا باش تولي تتفاهم معايا انا. سامحني يا سي اسماعيل من غير محقرانيه انت ماكش مستانس تحاسبني. لا ما لا او في بالك من وهكا سنش روحك باش تولي تحاسبني انا. وسامحني يا لالا فريده ربي يفضلها في بالها في بالها الله يبارك. تعرفش كيفاش سي سالم مبينوا من الشهر هذا واذا الامور ما تحركتش وقت نلقاو حل البلاصه على فايات يا اما نبيعوه والا نعنوه. شنو
كيفاش قام سي اسماعيل يا ودي مش انت قلت لي للبلاص الدبه ولا ما عادش فيه ويجبوا برشا مصروفه قلت لك مش ما قلتلكش انا بلاص في قلب لافايات هكاك نخسروها خلينا نصبر شويه تتحرك الدنيا ونعملوا شويه اصلاحات اخي البلاد مش تبقى هكا تموتوا يجي نهار وتولي امورها هذه كما قبل لا تهنى البلاد امبوسيبل ترجع كما قبل شوف حتى كان برجعتش كما قبل تي نتيحوا نتكربسوا مع جدد والامور هانيه نمشي نسلم على لاله فريده ونقصد ربي عليه جوكيت اقبل ما تكيت اوفيان شو فما اكستيلو سامحني رفليكس الو وي اهلا سي حمادي شبيك سي حمادي شبي صوت كاكا سامحني توا داخل المحكمه تكا نسيت سامحني ربي معاك فاش تقول عايش خويا بعد دمك ايه فرح به ايه اطلبني بعد ما تخرج به جماعه بداو يتساقطوا بالواحد الو سي فتح الله لا لاباس حبيت نقول لك سي حمادي تو داخل المحكمه اي صاي وصيته ستر الله اي نعم شبيني انا شبيني لا يا ودي خاتيني انا ما جب... اي لا سامحني عندك مده انت راك تامي في المعنى ايوا عايش خويا اي سيدي ربي فضلك هو نجم كان ينجم فما واحد يقول لهم لا سيدي اتهنى لله ربي فضلك وامورك هانيه اللي اتفقنا فيه هذا كهو اسمعي ما قال لك شيء محب يتصرف في البلاصه نتاع لافايات امانه سكرت عليه اللعب هكاك نحبك هذا ما فليساتك مضاد يعطيك الصحه يا خليني نمشي انا توا عندي برشا قضيات اموري ما هيش هانيه هاي في دعت ربي اهلا باللله الصغيره عاصم اش بيك تطبخ اش ثم زيد فما الكل منك انت لو كان كيف كيتني الماما وبدات لي اسمي كملت بدات معاه لقبي راه هذا كله ما يصيرش فيا ما لاباس جايتني محزمه يلا اش تحب انت زيد ما نحب شيء نحب نقول لك اللي انا ريتك علاش قالك عليا من ناس اخرى ما نتراش ريت سالم كي عطاك الفلوس اسكت فلوس تحبني نعطيهم له باش يشندقهم ويبندقهم في السهريات ولا يعطيهم لله مرته تمشيهم على الحجامات والمكياجات اي لا اكلز اكلز امي شبيك مرة بس جنبي يا وليدي جنبي لطف عليك لطف امي ما جاش قدامك باكو السيجار نتاعي هي ريتو في الكرتابه نتاع سالم مش انت عطيتولو ايوا هكا هو كالعاده هزهم والامور هانيه فروزين وي هاني هوني شبيك شعملت احكيلي مربي اختاني يا حليمه قداش ما عنديش الزهر شعره بركة وقبلوني في سونتر دابي جات واحده وغازرت لي وصاحت عقلتوها هذه شكوني عرفتك بنت اسماعيل بوريقه ليه اما كي قالت لي هكاك قمت نصيح قلت لها يا لوغ بنت اسماعيل بوريقه المخلوع ابخيتو هو حاجه وانا حاجه اخرى قاعد تغزل لي بيتا طلعت غلطه فيا تخيلي ممثله في التلفزه ملا تردوك ليه انا تنرفزت وروحت لو انا بربي منظري بتاع ممثله في التلفزه عاد هذه مسكينه اش عندها عملت على نيتها يا حليمه تشي ترو جونتي ما صدق جيت نجم نعمل كيفك ورانيس الكل محليهم الا ما ماتك توا نرى فيها خايبه ونيبها هكا طويل وكرشها كبيره معبيه بالفلوس قلت لك ياسر جونتي عادي يا اخي مادامك في ازمه علاش ما تبيعش حويجه من املاك الحاجه تحل بيها جوين حاتك
وانا مازال عندي جوايح من نسله يا سي بن حليمه، ما هم قسموهم لي، وحتى المنبت كروه باللزعك. يا لطيف استرى. اهلا سي بن حفصيه، مرحبا. شو شكون جاي سي بن حفصيه؟ يا خويا ما راك وقتاش يخرت فوق نرتاح. والله والله يا سلام، انها لعمري لا أخوة صادقة، وين يقولش بقلبي يعسر عليا، ظننتني توحشكم. يا مرحبا. هاي تفضل اقعد. فعلا فعلا إنها لعمي لا أخوة صادقة بالحملة. يا سيدي توحشناك. يا ودي من الوحش مات الجحش، كان جحيش وبعد ولا بهيم، عمل قاعدة مع البايم الكل جحشية. هيا وين جيتوا؟ أيوا قلت لكش يا سي بن حليمة، أتاو يا وحنا مغلق. يا ودي معدن أصيل. يا خويا نسنا، يا خويا شرفتنا ومخيبة بلاستيك. أشي الحوالة سي بن حفصية؟ إيش تحبني نقول لك؟ كاكا وبرا. والوالدة شنو حوالها؟ الوالدة؟ أني شفتها الوالدة تاع سلامة بالسلامة، خطفوني الأصحاب والأحباب، نهار عند ولد عياد ونهار عند فلان، حطوني فوق رؤوسهم، فرحوا بيا ما نقولكش. بيان سير، وأنت شكون ما يحبكش؟ بركر عليك وين ما تتعدى تخلي البصمة بتاعك. خاصة ريحتك. حتى كي تبدا مكشوني ريحة الدوم والحلبة تبدا تعتق. شنو؟ يحبوا عزادة. مال يا سيدي أنا بالبونتو. اللي يحب يخدم يخدم، واللي ما عجبوش يطير قرنه. كريز مونديال الخدامه بالبالا. تو نمشي نهز 10 من الفلبين بدينار، وزيد اعطيوكم معاه بورتابل دوبل بلوس. شنو باش يعملوا اعتصام؟ بالله منك يعملوا انقلاب يا سيدي. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. شفتوا شفتوا الشيفون نتاعي مقواه. قل لي يا باوندي، انت علاش ما تعملش وان مان شو؟ والله لما تقلبي الدنيا. بالله يا اختان، مناقص المشنوق كما كنت الحل. يا اخي شفما السيد باوندي؟ الخدام عاملين نقابه. نقابه؟ اي نعم يا سيدي، برا واحد يدوت قصه في المكان، ولا واحده هبطت ماسها على راسها فشخت قضارب. شنو زاد باش تدخل في القضاء زاد؟ تتكلم يا سي اسماعيل، انت ناس للطفر. استغفر الله العظيم. لا عندك الحق سي باوندي، مش زاد باسم الثوره باش يركبوا علينا ويدلدلوا ساقيهم. ها جوستومون، حتىني واعوذ بالله من كلمتين، ديما نقول ان الثوره يا اخي ثوره كرامه ماهيش ثوره الدلدين، والدليل على ذلك ما قاله الشاعر اللي قادي قادي بالباهي وانا ما يقاديش. حليمه يا حليمه. الو وين مشيت يا اخي؟ حليمه وينك؟ نعم جيب لي كعبه يغرد قلبي باش يسقط. ما ونحي الشيء اللي على قلبك عطاو تتفرهد. فهمتك راني. اتغزل على خاطر خذيت من عندك بقية حق الفردة. لا على خاطر خليتنا نبقبكو، ماناش عارفين رواحنا الليلة نتعشى ولا لا. تلف من قدامي يتحسب فيها كي لوسي. اسم الله. ها؟ لوسي؟ أي سي سي. ايجا لهوني وين ماشي؟ كلمة قلتها وبرا. اسمع أمي شوف، أنا باش نهز كهربتي ونمشي. نمشي لأي بلاصة، نمشي للبحر، للبحيرة، المهم في الشوارع، المهم بلاصة لا نسمع فيها لا كيس، لا سالم شيكو، لا البوندي، لا سلعة مضروبة، إي سيرتو اللوس. عسامة سيدي مرحبا. أهلا مرحبا. زياد بن عروس، جيت لسي إسماعيل بوريقة، الجنان بتاعكم اللي دخلني قال لي راه موجود. أيوا، صار جنان هو اللي دخلك. تي تي بيان. شكون قول له سيدي لوسي مش هكا؟ لا لا. هاي الحمد لله. أنا هو سي إسماعيل بويقة سيدي تفضل. أنا زياد بن عروس متصرف قضائي. متصرف قضائي؟ إيه الكلكم من عائلة واحدة، الحاج موسى، موسى الحاج. هاي تفضل سيدي تفضل، مرحبا. شكرا. تفضل من هوني. كوبي سيدي هذيك هاي كوبي. لا لا حلوة ياسر. تفضل سيدي. ميرسي. يا ربي تستر.